شويه باش نعدي تما غرس لي صبا وجهو نشوف انت ما عندك ما يدير تدعم لي في البراش تهز وتحاط على ما عندهم يدير لي يشرح لي في البلاد هذيك بعد ما يدير هناك ترى فيك الهضره انا ديما يلا الله يقول سير هيا تعدي تقول لي سادس حاجة ما تسيبهاش اطلاقا لغاية ما تحققها هتوصل زي اي حد تاني عشان اتخبطت مرة تقول اي لا هي مش كده ده انت ربنا خلقك احسن مخلوق خلقنا الانسان في احسن تقويم سخر لك السماء الارض وما بينهما وادالك مخ اغلى خلق الله عليه وادالك هدية عاوز ايه تاني ادالك الجذور لكن الناس بتدعي للمحصول كل يوم بتتعامل مع ناس طب اتعامل معهم صح كل يوم بتشتغل الشغل اشتغل خليك احسن حاجة في شغلتك كل يوم عاوز تنتج احسن انتاج